كتب علنا ويقال بالخط العريض من قبل مطلعين وأكاديميين يقول أنه الذي يعطل أو جعل أنه المباحثات تتعثر لتشكيل الكتلة الأكبر بين الإطار والتيار هو الخلاف على توزيع الوزارات. هنالك التيار الإطار يريد 6 وزارات له مقابل 6 وزارات للتيار، والخلافات على هذا المنحنى. ما حقيقة هذا الذي يقال وأصبح رائجا؟ المشكلة اليوم لم يكن هناك خلافا بين الإطار والتيار على أساس توزيع الوزارات. الوزارات سيد أستاذ نجم شئنا أم أبينا توزع نقاطها على عدد المقاعد، وبالتالي هذا شتي تسميه عرف دستوري دستور نص عليه ما أعرف، هذا يسمونه استحقاق انتخابي. فهذا مو مشكلة ما أعتقد خلاف يصير عليه، لا 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 لأنه لا كل يعرف ما سيد له. سيد وائل، هي يعني مو نشبر ونوزع، أما أنه هنالك حكم للقانون والدستور، أما نشتغل بأعراف القوى السياسية. أنا ما أفهم شنو معنى استحقاق انتخابي، يعني كل 6 مقاعد بوزارة، هذا بازار، هذا موجود بالقانون حتى نتفق من البداية. لا لا، هو خب مو كل شيء يعني متفق يعني مكتوب بالقانون، لكن اكو اعراف انه الحزب الذي يفوز بتشكيل الحكومه مثلا هسه بالعمل الديمقراطي الخارجي، انه الحكومه التي تشكل اغلبيه داخل البرلمان بعد الانتخابات هي التي تتولى اداره شؤون البلد. لكن لانه نحن الدستور وضعنا قنبله موقوته في الدستور ان العراق بلد مكونات، وبالتالي لا يمكن أن تكون فيه أغلبية أمام هذه الجملة، لأنه كان الشيعة مكون أكبر، وبال2005 شكله أغلبية، وبال2010 شكله أغلبية، وبال2014 شكله أغلبية. الاعتراض كيف يكون؟ هو برلمان عراقي صوت على إخراج اتخاذ قرار بإخراج الأمريكان، قالوا هذا البرلمان مو تصويت وطني، علما بأن البرلمان يعتمد على لغة الأرقام. فعندما يصل الأمر أستاذ نجم إلى هذا المستوى وإلى هذا الحال، تريد أنه جهة فايزة بالانتخابات نلغي استحقاقها الانتخابي؟ لا، هذا استحقاق انتخابي، لكن مو هاي المشكلة. المشكلة ماذا تقدم بهذا الاستحقاق، سواء كانت وزارة أو 6 وزارات أو سيادية أو غير سيادية. بإجابة سريعة، وأنت عضو في دولة القانون، أنا أتكلم معك كسياسي. هسه الآن عندكم طموحات في أن تقدموا في المرحلة المقبلة، أنت عضو في دولة القانون، كنتم راضين عن ما كان يقدم أنتم ككتلة حكمت والقوى الأخرى في المراحل السابقة؟ حتى في هذه المراحل لديكم قدرة على أن تقدموا شيئا للناس؟ يعني نحن نعتقد أنه فترة 2005-2010 لربما هي أفضل المراحل التي استطاعت أن تؤسس شيئا ما على الصعيد الأمني وعلى الصعيد الاقتصادي، لكن ما تلا هذه السنوات هناك سوء في الإدارة، وهناك قصور خاصة ما بعد 2014، وإلى الآن هناك انحدار واضح في العملية السياسية. بدقيقة.